مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير صدر دجاج بالفرن. اول شي عنا كيلو صدر دجاج قطعته بهيدا الشكل، 4 معالق طعام زيت نباتي، فليفلي، جزر، بصل مقطعين بهيدي الطريقه، ملعقه طعم ملح، ملعقه طعم سماق، عود قرفه، 2 ورقة غار، حبة هيل. حطيت حبة هيل عشان الهيل بيعطي كتير طعمة قوية، فضل تحط بس حبة. زنجبيل، ملعقة صغيرة فلفل أسود، وشريحتين حامض. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط الخضرة، دجاج، كمان المطيبات، الزيت. بخلطهم منيح مع بعض. بسم الله، ألوانهم كتير رائعين. بغطيها بالسميطة. بعد ما غلفتهم بالسميطة هلأ بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هذه صينية الدجاج بعد ما طلعت من الفرن. هيدا الشكل. هلأ رح أرجع أحطها بالفرن على محمل الفرن من الأعلى فقط لتاخد لون الشوي الخفيف بس. هيدي بعد ما حطيتها بالفرن واخدت لون من الاعلى بهيدا الشكل. اذا بتحبوا بتعملوا على جنبها رز بهيدي الطريقه، رز ابيض. هيدي الوجبه اللي عملتها انا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحه، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.